بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. الحقيقة وحشتوني جدا جدا جدا، عودة جديدة لبرنامج البيت الكبير. خدنا أجازة سريعة ورجعنا لحضراتكم بشكل جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. وزي ما أنتم عارفين البيت الكبير عنده أهداف، من أهداف خدمة أو من أهداف البيت الكبير خدمة النادي الأهلي وخدمة عشاق القلعة الحمراء، بعيدا عن أي تغطية خاصة بالنادي الأهلي ومتابعة الأحداث على الساحة الرياضية. البيت الكبير في شكله الجديد هيكون عنده أهداف، وأول هذه الأهداف أنه هيكون وكالعادة دائما حائط صد. هنكون حائط صد للنادي الأهلي ضد أي هجوم وأي حد يحاول أن ينال من القلعة الحمراء. كمان هنتكلم بالعقل زي ما أنتم متعودين مننا، وأعتقد أن دي هتكون فقرة هنناقش فيها الأحداث اللي الساحة الرياضية بتكون موجود فيها هذه الأحداث. وعندما نتناقش سنتناقش كالعادة بالعقل، وحنكشف لحضراتكم حقائق كثيرة جدا. وكمان من أهدافنا، من أهداف البيت الكبير الفترة اللي جاية، نبذ التعصب. عشان كده هتشوفوا ضيوف من كل الانتماءات، نتكلم عن العلاقات القوية ما بين الأندية، وحنروح لكل الأندية في مصر، كل أندية مصر. لو عايزيننا نروح نقعد مع كل رؤساء الأندية وكل أعضاء مجالس إدارات الأندية المختلفة، ما عندناش أي مشكلة. بالمناسبة النادي الأهلي هو البيت الكبير، النادي الأهلي هو كبير العائلة، وبالتالي الكل نفسه يخش البيت الكبير، والبيت الكبير فاتح دايما أبوابه لكل الناس. العلاقات القوية ما بين الأندية وحالة الود والصداقة هي اللي هتكون سائدة خلال الفترة اللي جاية، بعيدا عن إثارة أي فتن، بعيدا عن إثارة أي فتن. كمان هنفتح ملفات الأزمات والمشاكل. ما هو مش معنى أن أنا لن أتكلم في الفتن أن أنا ما عنديش مشاكل أتكلم عنها، ما عنديش أمور رياضية أدافع عنها أو أدافع عن النادي الأهلي. هناك مشاكل اللي موجودة على الساحة الرياضية هنتكلم فيها من خلال قضية البيت الكبير عشان نعرف الأسباب ونضع الحلول لهذه المشكلة. كمان هنواصل مسيرتنا المعتادة من خلال صنع في الأهلي علشان نعرف مسيرة النجوم وإزاي بدأت قصة النجاحات والبطولات. كمان هنتواصل مع جمهورنا من خلال تقارير اللي بنعملها يوميا أنا الأهلي، وتقارير الأخرى هتكون دايما معانا. طبعا هنلقي الضوء على أو الحاجة الأساسية عندنا هتكون طبعا كرة القدم، وبالتالي هنلقي الضوء على كرة القدم العالمية طبعا بجانب ضيوفنا اللي هيكونوا إن شاء الله من العيار الثقيل خلال الفترة القادمة. ده هيكون شكل البيت الكبير بسرعة جامدة جدا.